كابتن أسامة، ألف مبروك للنادي الأهلي. الله يبارك فيك يا أيمن، فوز كبير ومهم، مبروك لجماهير النادي الأهلي، مبروك للجهاز الفني، مبروك للاعبين، مبروك للإدارة، مبروك لكل من ينتمي للنادي الأهلي، مبروك للكرة المصرية، لأن برضو صحيح النادي الأهلي بيمثل جماهيره لكن أيضا بيمثل الكرة المصرية، فظهروا بمظهر مشرف النهاردة. الروح عالية جدا جدا جدا، وأنا يمكن قلت لك قبل المباراة الأهلي مش أوكلاند سيتي. مظبوط، الأهلي مش أوكلاند سيتي، مع احترامنا الكامل لنادي الاتحاد السعودي وجماهيره وللكرة السعودية واللاعبين اللي موجودين، لعيبة كبار ولعيبة مهمين، لكن نادي الأهلي نادي عريق، نادي بطولات، نادي أكتر نادي حائز على بطولات في إفريقيا وفي مصر وفي الوطن العربي، وتاريخه كبير جدا. وقلت لك مش شرط الحالة اللي عليها النادي الأهلي قبل المباراة هتكون النهاردة، لأن أنا عارف وكلنا إحنا يعني كلنا لعبنا في النادي الأهلي، كلنا مررنا في النادي الأهلي، عارفين النادي الأهلي لما بيتحط في مواقف زي دي صحيح الروح بتبقى ازاي، والشكل بيبقى كل واحد عايز يعني صحيح يبذل. احنا قلنا كده قبل الماتش، قبل الماتش صحيح، عشان التفاؤل كان جاي من الجزئيه دي، ان الواحد حاسس ان اللعيبه هتنتفض وكل واحد هيحاول يبذل اقصى جهده، هيحاول يظهر بصوره كويسه قدام الجماهير الغفيره اللي موجوده في 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 جده، في جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر بصفه عامه، عايزين يثبتوا نفسهم للكرة السعودية والنجوم الكتير اللي فيها، ان احنا مش اقل من النجوم ديت، عايزين يقولوا قدام بنزيما وكانتي وفابينيو واللعيبة العالميين دولت ان احنا نقدر. ففي دوافع عالية جدا جدا جدا، عشان كده يعني الواحد كان متفائل. انا قلت لك الماتش صعب، بس انا احساسي ان الاهلي بنسبه 55-60% هيكسب. دي حقيقة والله. داخل عليا النهارده اهو، يعني كلنا طبعا عندنا قلق وبنلعب فرقه كبيره وبنلعب في السعوديه والجماهير وبتاع، وقلنا الضغوط. انا قلت لك الضغوط هتبقى على مين؟ سوريا. ولكن اول ما دخل عليا اسامه قال لي هنكسب النهارده. كان معايا ناصر عباس، بصينا لبعض. ايوه صح، قلت له بيقول كده كل مره. لا لا، يعني كان عندي ثقه من الجزئيه دي قوي، ان هي اللي هيبقى فيه دوافع كبيره، وكمان ربنا كرمنا في نقطه التوفيق والتوقيتات. فانت مسيطر على الماتش من اوله، من الشوط الاولاني، وقدرت تجيب هدف جميل، ولكن الحمد لله ربنا وفق كمان انه الشناوي قدر يتصدى براعه ضربه الجزاء، قدر في اكتر من كره، في واحده في بدايه الشوط الثاني اللي الغمد انفرد، روما مين؟ روما ايوه، رومارينو، وواحده بتاعت الغمدي قبل جون حسين الشحات اللي اتحطت خبطت في الشناوي في الشناوي وفي القايم ورجعت اتردت بعدها بدقيقه الجون الثاني، فخلاص بقى الملعب اتفتح لك قوي. وهم اساسا انا قلت لك من الشوط الاولاني وكلنا قايلين كده، يعني من الشوط الاولاني باين جدا ما بيضغطوش في نص الملعب، الناس اللي قدام ما بيرجعوش يدافعوا زي رومارينو وكورنادو وفابينيو وكده، ما بيضغطوش، بيستنين بيحلقوا ويستلموا يلعبوا على الفاضي. هساوي والشنقيطي بيطلعوا، وخاصة زكريا هساوي بيطلع مكانه فاضي جدا، وانا يمكن قلت الموضوع انه بيرسي تاو وهاني لو استغلوا الجانب اليمين كان فاضي جدا صحيح، لان كورنادو بيخش للعمق وهساوي طالع قدامه سايبين المساحات رهيبة. فالنادي الاهلي قدر يستغل ثلاث فرص وجاب منهم اجوان، واضاع خمس ست فرص ثاني. صحيح الاتحاد السعودي ايضا اضاع كورتين ولا حاجه وضربه الجزاء، ولكن في مجمل اللقاء الافضليه كانت للنادي الاهلي في السيطره، في الاستحواذ، في الفرص، في الروح مش عايز اقول كلمه قتال، لكن هي يعني الروح العاليه واستخلاص الكوره كان فيه. حتى اللعيبه اللي مش ادائهم كان اقل فنيا، يعني في لعيبه ادوا بشكل فني بيحاولوا عالي، ولكن حتى اللعيبه اللي كانوا اقل فنيا كانوا باذلين جهد عادي صحيح جدا وكميات جري كبيره جدا. فكل دي من اسباب التفوق النهارده، فمبروك. يعني بحيي كل اللعيبه تاني وقدوا مباراه جيده جدا، وربنا كمان وفقهم، فالحمد لله على المكسب.